والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه من اهتدى بهداه وواصل قراءة أحسن القصص. فضيلة الشيخ فايز بن صبيح الشامي حفظه الله، ونحن في ختام قصة عيسى عليه السلام وفي ختام الجزء الأول أحسن القصص، ثم تأتي بعده عجيب القصص. قال: خروج يأجوج ومأجوج وزمن نزول عيسى عليه السلام. قال: من علامات الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج، وهم من ذرية آدم عليه السلام من سلالة يافث ولد نوح، ويأجوج ومأجوج اسمان يطلقان على أمة كبيرة من الناس، وهم محجوزون الآن في مكان ما بين الجبال من جهة المشرق، لا يستطيعون الخروج حتى يأذن الله عز وجل بخروجهم، وهم مفسدون في الأرض. قال الله تعالى: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، وإذا خرجوا فإنهم ينسابون على الناس من كل مكان. قال الله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وزمن خروجهم يكون في زمن عيسى عليه السلام بعد أن يقتل عيسى عليه السلام الدجال، فيأذن الله عز وجل بعد ذلك بخروج يأجوج ومأجوج. أما صفتهم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي يأجوج ومأجوج عراض الوجوه، صغار العيون، صحب الشعاف أي شطر الشعور، ومن كل حدب ينسلون، كأن وجوههم المجان المطرقة أي عريض الوجوه. أخرجه الإمام أحمد عن خالة ابن حرملة رضي الله عنه قال: الهيثم في مجمع الزوائد، والإمام أحمد طبعا رجالها الرجال الصحيح، وهم أقوياء. قال: لا يدان لأحد بقتالهم. هذا في حديث النواس بن سمعان الذي خرجه مسلم. قال: فتح سد يأجوج ومأجوج وخروجهم زمن عيد وخروجهم زمن نزول عيسى عليه السلام. أما سد يأجوج ومأجوج فهو لا يعرف مكانه، لكنه جهة المشرق، وقد بناه ذو القرنين، وهو الرجل الصالح الذي بلغ مشارق الأرض ومغاربها حتى يطلع قرن الشيطان ويغرب. وجاء وصف بنائه بالقرآن أنه بناه من قطع الحديد التي سد بها بين جبلين، فأوقدت النار على الحديد ثم صب عليه النحاس المذاب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدا، فيعيده الله كأشد ما كان، حتى إذا بلغوا مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله تعالى واستثنى. قال: فيرجعون فيجدونه كهيئته حين تركوه، فيخرقونه فيخرجون على الناس. خرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الألباني: صحيح. الترمذي صحيح. وقد فتح منه جزء يسير بقدر حلقة الإبهام والسبابة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. أخرجه البخاري ومسلم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين. قال: هلاك يأجوج ومأجوج زمن نزول عيسى. أما هلاك يأجوج ومأجوج فإن الله عز وجل يرسل عليهم النغف، وهو الدود الذي يكون في أنوف البهائم من الإبل والغنم وغيرها، فيأكل رقابهم،
فيصبحون فرسا كموت نفسي كموت نفس واحدة، حتى تمتلئ الأرض من نتنهم وجيافهم وزهمهم، حتى إن دواب الأرض لتسمن من أكل لحومهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، أي اصعد أنت ومن معك من المؤمنين إلى جبل الطور الذي في مصر، ويبعث الله يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقول: لقد كان بهذه مرة ما. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خير من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، فيرسل الله عليهم النغف أو النغف في رقابهم، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. أخرجه مسلم عن النواس: فرسا أي قتلة، فلان فرس فلان. شوف أن الشيطان يقولون حال عيسى والمؤمنين بعد هلاك يأجوج ومأجوج. بعد هلاك يأجوج ومأجوج يهبط عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض، بعد أن حرزهم إلى جبل الطور فرارا من يأجوج ومأجوج، لأن الله عز وجل يقول: أخرجت عبادا لا يداني لأحد بقتال، ما أحد له طاقة، ما أحد يقدر عليه سبحانه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله أن يدعون الله أن يطهر الأرض من جيف يأجوج ومأجوج. قال: فيرسل الله طيرا كأعناق البخت، أي كأعناق الإبل، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا تكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة، أي كالمرآة، في صفائها ونقائها، ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك. أخرجه مسلم عن نواس بن سمعة رضي الله عنه. فيعم الخير وتنتشر البركة. قال: ثم ينكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ويحج الناس ويعتمرون. قال: ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. خرج البخاري عن أبي سعيد الخدري. قال: يأجوج ومأجوج أكثر أهل النار، أما يأجوج ومأجوج فهم أكثر أهل النار يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله يا آدم فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999، فذلك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله، أينا ذاك الرجل الذي يعني بين 999 من 1001؟ قال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. ثم قال: والذي نفسي ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال: فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، أي نصف أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرات البيضاء في جلد الثور الأسود، أو الرقمة أي الخط في ذراع الحمار. أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: سؤال عيسى يوم القيامة لتوبيخ النصارى المشركين به. يسأل الله تعالى يوم القيامة عيسى عليه السلام على رؤوس الأشهاد سؤالا فيه توبيخ للنصارى الذين اتخذوا عيسى وأمه إلهين من دون الله. قال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم
أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا صلى الله عليه وسلم محمد. آخر دعوة، صلى الله عليه وسلم.